شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مع اقتراب عيد الأضحى إن شاء الله ربي يقدرنا إن شاء الله. أنا بدينا نواسو كلك الحلويات العيد. عيد الأضحى ماشي كما عيد صغير لازم حلوة تاع اللوز، لازم هكذا كلي غاتو ساك لي صابلي غاتو بريستيج وشوكولا، هذا يكفي مع الكبشيك سيتيرا. اليوم جبت لكم ان ريسيت خفيفه تحبوها كامل، اكيد تحبوها كامل. توالم هذه المناسبه، توالم نشربوا بها قهوه، توالم نديروها المقبلات لي جو الغازوز اكسيتيرا. ندير معكم اليوم دي بيتي فور. بزاف بنات متتبعات الصفحه تاعي في الفيسبوك طلبوا لي لي بيتي فور، وانا دائما عندي وعد عندها وعدي كملت طلبيه تاعي برك اني حنديرها لكم. حندير معكم لي بيتي فور اقتصادي بالزيت بدون زبده، احترافي، يجي كيما تاع المحلات، ونعطيكم لي زاستوس لي باش يجيكم كيما تاع المحلات. اللون تاعو الذهبي، كيفاش يقرمش، عنده قرمشه، اكسيتيرا، يجي خفيف اكسيتيرا. كيما عودتكم دائما نعطيكم لي زاستوس، هذه هي. نبداو على بركه الله. بون البنات حندير ديما نقول لكم انا حندير كونتيتي، نتوما تقدروا يضعفوا يتنقصوا المقادير. طريقه جد سهله، لي بيتي فور في نص ساعه نكملوهم باذن الله. طريقه سهله. واش نحتاجوا البنات؟ نحتاجوا 6 بيض، نحتاجوا 2 كيسان وربع سكر عادي كيلت بهدايا البنات، 6 كيسان 6 بيض، 2 كيسان وربع سكر عادي، 3 كيسان زيت نفس الكاس، 3 كيسان زيت معمر للفم، نص كاس حليب، 3 مغارف لافاني، خميرة كيميائية ما نحتاجوهاش بزاف، نحتاجو عطر الكراميل، نحتاجو 8 كيسان فارينة، 8 كيسان بالضبط، وبلافوش نخيرو ماشي لابوش جيكا باسكو تطبق فيها عجينة ثقيلة، نحتاجو لابوش هادية. ونحتاجو البنات لادوي المسننة، شوفوها لي ما عندوش كيروحو يشرو عند لي بيع أدوات الحلويات، قولي له أعطيني لادوي لي نخدمو بيهم لي بيتي فور. نبداو على بركة الله. بيان سور نحتاجو الباتور. حاجة الأولى البنات نفقص البيض، ندير 6 بيض. دائما نقولكم بسم الله، نقولكم البيض فقصوه هكذا كل حبه وحدها مع الصيف، واحد عفوا يا ساتسا. كيما قلت لكم البنات ديما نفقصوا الحبه البيض، لا صبناها فاسده ما تفسدناش ما تفسدناش البيض الاخر. درنا 6 بيض، نديروا 3 مغارف لافاني، معكم همش البنات رشة ملح حاجة خفيفة، نديرو 2 كيسان وربع سكر، نفرغوهم كامل، نحمو الباتور البنات، نطلعو البيض مع السكر حتى يولي شكل كريمي، حتى يولي اللون تاعو أبيض. شوفوا كاش ولا القوام تاع البيض والسكر البنات كريمي ولون ابيض. دوكا نقعدوا نخلطوا بالباتور، نضيفوا الزيت، ما نديروش الكميه كامل، بسم الله نبداو نضيفوا بشويه ونخلطوا كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات دوكا نزيد كميه الحليب تاعنا. دور الحليب في بيتي فور، والحليب هو اللي يعطي لها الاحمرار تاع لي بيتي فور تاعنا. انا خلطت كامل المقادير، دوكا نخلصوا الباتور ما نسحقوش. فوالا دوك البنات واش نواسو؟ نواسو 3 مغارف في 6 بيض، نواسو 3 مغارف
بات اروم كراميل كما راكم تشوفوا. فوالا ديروا كما راكم تشوفوا. نستعملوا سباتول نخلط لافان الكراميل مليح مع لو درنا لافاني. الوغ البنات درنا دو وريت قلت لكم دو زاستوس تاع نجاح لي بتي فور. الحاجه الاولى لازم البيض يتخبط مع مع السكر حتى يولي كريمي ولون ابيض. الحاجه الثانيه الحليب هو اللي يعطي اللون اللون الذهبي لي بتي فور. الحاجه الثالثه الباتاروم كراميل هي اللي تعطي اللون الدخلاني هذاك شباب. فوالا نخلط مليح دوك البنات ونبدا نضيف الفرينه تاعنا بالعقل. ما نرموهاش على خطره باسكو ما يخفالكمش لي بيتي فور تجي لاباط جاريه شويه باسكو راح نديروها في لاطوش. نبدا ندير الفرينه بسم الله كما قلت لكم البنات من كيسان فرينه في 6 بيض بالضبط. فوالا نزيدو لا لوفور دائما فوق الفرينه نديرو مغرفه صغيره كيما راكو تشوفو. ما نزيدوش لا كثرنا لا لوفور الشكل تاع تاع لي بتي فور تاعنا يروح. نبداو نخلطو عشوائي بسم الله بسباتولا. ما جاري ما يابس دوك تشوفون وريتكم عطيتكم مقادير بالتمام. فوالا نخلط عشوائي ماشي كيما لا جينواز. درك انا والفت لا جينواز نخلطها من تحت الفوق. فوالا شوفوا اللون تاع الخليط تاعنا كيفاش. باتاروم استوس تاع لي بتي فور نات مازال نخلط. شوفوا القوام مازال جاريه شويه. نكمل الفرينه تاعي كامل يعني كيسان فرينه كاين متتبعه في الفيسبوك كل ما نبارطاجي فيديو تقول لي وصفه لي بتي فور اباني جبت لك وصفه لي بتي فور الاقتصاديه تاع المحلات ناجحه 100%. شوفوا قوام عجينه لي بتي فور كيما راكم تشوفوا اي وجد لي بتي فور. ومادا بكم البنات كي توجدوا العجينه مباشره ديروها في لابوش وتخدموا بها حتى تشكلوا سنيوات كامل وخلوها ما كيما براحتها طيب سنيوه مور سنيوه. مي لازم تتشكل في بدايه العمل سنيوات كاع نشكلوهم ومن بعداتك معليش كل ما طيب سنيوه نكملوا نديروها في طاس ولا هكذايا نقلبوا الشوارب تاعها هكذايا باش تقدروا نعمروها. نعمروها بشويه ما نخافوهاش. فوالا باش تاعنا هكا كيما راكم تشوفوا ونبداو تشكيل لي بتي فور تاعنا. دوك البنات بدنا نشكل لي بتي فور ديجا راني خدمت السنيوه تاعي. بسم الله ما نعرفش نخدم هكذا. فوالا شوفوا الاشكال اللي خدمتهم لي بتي فور طوال ياسمينه كوكياجه. نوري لكم كيفاش نشكلوا البنات. شوفوا نحكموا لابوش نوقفوها فوالا ونحبسو نفس الكيل تاعها نبداو معاها. شوفوا البنات ونحبسو هنا واقفه لابوش اون باك نمشوها نميلوها كيما راكم تشوفوا اون باك نطلعو باش يجوكم شابين.
شوفوا البنات فوالا، شوفوا هنا جات شغل كوكياج، هنا جات بلا بوينت. نزيد نخدم معكم فوالا، حنخدم معكم ثلاث انواع تاع المحلات. ثاني كليب تي فور مشروع مربح فوالا، هذوما لي بتي فور طوال. دوكا نخدم معكم الياسمينه، شوفوا البنات نحطو في الوسط ونخلوها تكبر ونجبدو، نحطو لادوي في الوسط ونعبزو ونجبدو باش تجينا شويه كبيره فوالا. حنوري لكم كيفاش لاغلطتو، شوفوا باغ اكزومبل باغ اكزومبل بدات وحده صغيره. واش نواسيو البنات، نحكمو الكوبات تاعنا، نحكمو الكوبات تاعنا بكل سهوله، نرفدوها جوست باش نوريكم سينو البابي كويسون قاعد نقي، هذه نرجعوها للعجينه تاعنا جوست باش نوريكم المبتدئات كي يغلطوا كاش يديروا فوالا. نعمل لابوش تاعي ونولي لكم كوكياجا الشكل الثالث، شوفوا نحطوا لادوي واقفه فوالا، عايز القتلي عفوا لادوي غلبتني، نعاود وحده هكذا ونطلعوا فوقها ونجبد، شوفوا هكذا ونعاودوا نطلع فوق لاباط ونجبد فوالا. باسكو جاتي العوش تاع هنا، باسكو لادو يعمر لا لابوش عمرتها بزاف، يبقى ماذا بيكم ما تعمروهاش بزاف. ريحة الكراميل الله يبارك بالكوبات، نرفدوها بكل سهولة، نرجعوها للخليط تاعنا، نعاود نخدم حبة فوالا. هادو هما الاشكال تاع لي بتي فور تاعنا البنات، ياسمينة طوال الكوكياجا. الكوشي سخون نديروه على نبض بسطة، نشعلو من تحت يطيبو ويزيدو يطيبو من الفوق. نطابو لي بتي فور تاعنا البنات، شوفو الشكل تاعهم قاعد هو هو، شوفو البنات شوفو الكوكياجا قاعد هي هي، هادوك طوال تانيك شوفوا وسط حبات بيج حضرونا الله يبارك، ومازالوا لي زوج سنوات يطيبوا. نبداو على بركه الله كيفاش نديكوري ولي بتي فور. نحتاجو لا جولي دو بريفيرونس، لا جولي خل المعجون. نحتاجو شوكولا دو تاع حمام مائي ودرت لها شويه زيت لا جولي البنات، شوفوا نغلق وحده مع وحده هكذا وندخلها شويه في الشوكولا ونحطها فوق بابي كويسون. نزيد نخدم معاكم حبة ندير لاجولي، ديما لاجولي نقولكم ديرو سطريطة حليب فوالا. الكوكياجا ديما لاجولي ديما نقولكم ديرو لها مغرفة مدافي فوالا، كاليها مع اختها. نوسي الكوكياجا شوف لا جولي هادي صغيرة، نشوف صغيرة كي مخططة، نغطس الكوتي واحد الشوكولا. شوفوا البنات دوكا نخدم هادوما، هي نفسها لو ميم كو، بصح كاين اللي يحبها طويله كاين اللي يحبها كوكياجا. شوفوا هادو ما طوال البنات، تحبوا ديروا بلا بوش تجوزوا هكذايا، تحبوا بالشوكولا فوالا في لي دو كوتي. شوفوا البنات فوالا، هاكو انواع لي بتي فور تاعنا احترافيه المحلات. نكمل الحبات تاعي ونولي لكم، هذا هو الشكل النهائي تاع لي بتي فور تاعي، مازال ما نشفوليش ملاح،
شوفوا الاشكال، شوفوا هذيك طويله وكوكياجا والياسمينه، شوفوا اللون تاعهم البنات. نقسم معكم حبه باش تشوفوا القوام الداخل كيفاش جا. شوفوا القوام تاعها الداخل، شوفوا اللون، جاو مقرمشين البنات. ان شاء الله البنات تبعتوا كاع الخطوات وتعجبكم الوصفه ان شاء الله. دائما نقول لكم ديروا لايك وابوني للقناه ديالكم، وبكم استمر. صحه قيودكم، سلام البنات.